تنشريف نهائي غير متوقع، ولكن هو نهائي مباراة واحدة، مباراة حاسمة وفاصلة ببطولة. مظبوط كلامك مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. النهائي الحقيقة الغير متوقع ده طبيعة الكؤوس، يعني دايما بتبقى في ترشيحات، دايما بيبقى الناس عايزة الضوء الأكبر، أهلي والزمالك يكون في الفاينل، أهلي والزمالك في احتفالية كبيرة كانت في كأس أفريقيا، عايزين كأس مصر. إنما دايما كأس مصر بيحمل لنا مفاجآت كتيرة جدا، إذا جت لينا أو علينا أو على أي فرقة بتبقى موجودة. ولكن طلاع الجيش الحقيقة حقق ثلاثية كويسة جدا، يعني كسب الزمالك وكسب بيراميدز وكسب فرق وقابلين المقصة، وقابلين المقصة، يعني ثلاث فرق ورا بعض الحقيقة يحترموا جدا. هو ما شاء الله عنده من اللاعبين اللي هي توفر له كل أحلام أي مدير فني يعني. ف هو جاب 9 لاعبين جداد كمان. والنهارده وانت بتلعب النهارده مش ما بنلعبش اسماء بقى. احنا بنلعب امكانيات وتركيز ولاعيبه قدام لعيبه نفس الشكل ونفس الكيان اللي احنا المفهوم اللي احنا بنلعب عليه من الفتره اللي فاتت، اللي هو النادي الاهلي نادي بطولات، الاهلي بما حضر، اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه عايزه تعمل نفسها تاريخ، وتاريخ النادي وتاريخ لكل العاملين وكلنا احنا والجماهير. فرصه كبيره جدا ان شاء الله الكاس النهارده باذن الله، وبعد كده السوبر الافريقي. فعندك مراحل كتير قوي بعيد عن فنيات، الحقيقه هي دوافع ومعطيات لازم تبقى موجوده في الملعب اذا كان بالنسبه لاي فريق موجود النهارده في الفاينل. نتمنى فاينل يليق بالقمه المصريه، وبنتمنى ان شاء الله اهلاوي باذن الله يا رب ان شاء الله.